أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. العربي الجديد: استياء واسع في العراق إثر شمول قتلى إيران بامتيازات مؤسسة الشهداء. المدى: وزارة الكهرباء، انحسار في خط الغاز الإيراني كلفنا 5000 ميجاوات. الزمان: الحكومة تعلن إحباط عملية إلكترونية تستهدف تزوير الانتخابات في العراق. الخليج الإماراتية: اتفاق تسوية برعاية روسيا ينهي التصعيد في درعا سوريا. القدس العربي: الدوحة تدعو طالبان لتسهيل عمليات الإجلاء، ولندن تعلن عن محادثات مع الحركة. الشرق الأوسط: توافقات تنبئ بإعلان قريب لحكومة تشاركية في أفغانستان. إنديبندنت عربية: فرنسا وألمانيا تحثان إيران على العودة للمفاوضات النووية سريعا. ننتقل من العناوين إلى المقالات والأخبار والتقارير، حيث قال موقع المونيتور الأمريكي إن تحذيرات حصول تلاعب في الانتخابات العراقية ممكنة رغم الاستعدادات المحلية والدولية للمراقبة عليها. وذكر تقرير للموقع أن العراق وجه دعوات لمراقبين دوليين من أجل ضمان شفافية التصويت وتعزيز الثقة بعملية الاقتراع مع تسارع اقتراب موعد انطلاق الانتخابات العامة في تشرين أول المقبل، مبينة أن الرقابة لن تستطيع الحد من جميع أنواع التدخل إن حصلت. التقرير يضيف أن القاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس المفوضين أعلن في تصريح له بتاريخ 29 من آب أنه قد وجه دعوة لأكثر من 75 بلدا ومنظمة دولية لمراقبة الانتخابات المقرر عقدها في 10 من تشرين الأول لبعث رسالة اطمئنان للشعب وللمجتمع الدولي بشأن الانتخابات. وأشار التقرير إلى أن تواجد المراقبين الدوليين في العراق كان محل خلاف وجدل على مدى الأشهر الأخيرة، موضحا أن قسما من المحتجين دعوا المراقبين للإشراف على التصويت، بينما أصرت أحزاب سياسية كبرى على ضرورة أن تكون مهام المراقبين مقتصرة على عملية المراقبة فقط وليس الإشراف. ويرى التقرير أن العراق يعول على هذه الفرق لتكون محفزا له في إرسال صورة إيجابية للمجتمع الدولي عن الانتخابات. في مقابل ذلك ذكر التقرير أن فرق المراقبين والبلدان التي يمثلوها معولين على الحكومة العراقية في أن توفر حماية لهم في ضوء انتشار السلاح المنفلت ومشاركة فصائل مسلحة في الانتخابات عبر أحزابها السياسية. ويجد التقرير أن تحذيرات من حالات تلاعب ممكنة ما تزال قائمة على الرغم من الاستعدادات المحلية والعالمية لمراقبة الانتخابات. بحسب الموقع فإن المراقبة الدولية سيكون لها دور إيجابي في تحقيق بعض النزاهة في الانتخابات المقبلة في العراق، لكنها لن تستطع مع ذلك منع جميع أنواع التدخل السلبي من قبل القوى السياسية والميليشيات المسلحة ما أن تحدث. يقصد بالسياسيين الفاسدين في العراق هم الحكام الذين تولوا السلطة بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وقادة الأحزاب والكتل التي لها دور فاعل في العملية السياسية. قاسم حسين صالح يقول في صحيفة المدى إن المتابع المحايد وصل إلى قناعة أن أقبح السياسيين الفاسدين بعد عام 2003 هم قادة الأحزاب الإسلام السياسي والكتل السياسية التي تعلن أنها تعتمد الإسلام منهجا. الغالبية المطلقة من الحكام والوزراء والبرلمانيين بمختلف عناوينهم وانتماءاتهم هم فاسدون، لكننا نخص هنا أكثر حكام أحزاب الإسلام السياسي الشيعي الذين ما زالوا يمارسونها حتى بعد أن خرجت عليهم جماهيرهم التي انتخبتهم وأحرقت مقرات أحزابهم عقابا على كذبهم وإخلافهم ما وعدوا به
وخيانتهم الأمانة بإعلان صريح من أمين حزب الدعوة الذي تولى الحكم 8 سنوات بقوله: لدي ملفات فساد لو كشفتها لانقلب عاليها سافلها، وما كشفها خوفا من خصومه أن يكشفوا فاسدي حزبه، فكانت في تعاليم الإسلام وسيرة الخلفاء الراشدين خيانة ذمة صريحة. زد على ذلك أن شخصية الحاكم السياسي الفاسد تتصف بالصلافة، فمع أنهم ارتكبوا جرائم فساد ما حصل لها مثيل في التاريخ وأفقروا الناس وأذلوها، فيما هم يعيشون برفاهية سلاطين كانوا قبلها يبيعون الخردوات ويعيشون على الصدقات، بين واحدا منهم فقط خرج معتذرا للناس وصفا ما حصل بأنه تقصير، مع أن ما ارتكبوه يعد جرائم كبرى. وأكثر صلافاتهم صلافة اعتراف أمين عام حزب الدعوة في مقابلة تلفزيونية بأنهم فشلوا كطبقة سياسية، وحين سأله المذيع: بمن فيهم أنت؟ فأجابه: بمن فيهم أنا. ومع ذلك فإنه نشط جدا هذه الأيام موعزا أتباعه بالترويج له ليكون رئيس وزراء العراق القادم. الكاتب يضيف أنه صار يقينا لدينا الآن أن قادة أحزاب السلطة هم قوم يتصفون بالوقاحة والصلافة والنفاق والفساد وخيانة الذمة، وأنهم يدركون أن الفرصة لو أتيحت للشعب لسحلوهم بالشوارع على قول أحدهم، وأن من يمتلك هذه الصفات يعرف كيف سيوظفها في الانتخابات، ولن تنفع مع شياطين العصر أمم متحدة أو رقابة دولية، فالتاريخ قد وثق ما فات وسيوثق في تشرين ما هو آت. فاتح عبد السلام كتب مقالا في صحيفة الزمان عن الشعارات الانتخابية التي بدأت الكتل السياسية بإطلاقها مع قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق. الكاتب يقول إن جميع الأحزاب تدخل الانتخابات بنفس الشعارات التي دخلت بها في الدورات السابقة أو تدور في فلكها، بل أن الظاهرة هو عدم وجود شعار واحد سابق أو لاحق. لم يستهلك كلمات القانون والعدالة والديمقراطية والبناء والإعمار والنازحين والشهداء والرخاء والكهرباء والخدمات الصحية وتوزيع الثروات. هناك إضافات خجولة تخص مطالب المنتفضين في تشرين الذين كانت لهم مطالب واضحة مشروعة يؤيدها كل العراقيين حين تجمعوا في ساحة التحرير ومدن الجنوب، غير أن المطالب التي تطفو على سطح الأولويات بعدما جرى لهم باتت الدعوة لكشف قتلة المتظاهرين والبحث عن حقوق الضحايا، وكأن ما خرجوا ودفعوا دماءهم ثمنا من أجله قد تحقق وتجاوزه الزمن. الآن ليس مهماً أن يكون الشعار قديماً أو حديثاً، بعد أن فقد العراقيون ثقة فيما يقال ويرفع على المنابر السياسية. ونحن اليوم أمام مأزق حقيقي في هذه الانتخابات التي تكتسي بطبقة ثخينة من الوجوه القديمة والكلام المكرور الممل والإخفاقات السابقة التي يراد تجميلها وإعادة تدويرها لتبدو نتاجاً جديداً للمرحلة. لكن في النهاية لا يوجد بديل للوضع العراقي سوى الدوران في الحلقة الانتخابية المفرغة من معاني التغيير والبناء والإنتاج لعقد مقبل من الزمن في الأقل، مهما كانت نسبة المشاركة في الاقتراع، أو لحين تتغير قواعد اللعبة الدولية التي يقع العراق في صلبها إلى درجة أنه لم يعد هناك أي معنى للكلام الرسمي المعاد في المناسبات والقمم الكبيرة حول رفض أن تكون أراضي العراق ساحة لصراعات الآخرين. الكاتب يرى أن هناك جانبا وهميا أيضا في أمنيات العراقيين حين يتخيلون أن هناك إمكانية لصعود مجموعة سياسية تحمل برامج للتغيير النهائي، ذلك أن هكذا برامج تعني التقاطع القاتل مع أصحاب ذلك المشروع الذي لا يزال البلد مرهونا به كسقف أعلى لا يجوز تجاوزه، والتغيير المنشود أو الموجود في أحلام العراقيين لن يكتب له وجود في الحياة تحت ذلك السقف المقفل. أزل الستار عن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بعد أن استضاف العديد من رؤساء وممثلي الدول الإقليمية إضافة إلى المشاركة الفرنسية. أمير المفرجي يقول في صحيفة القدس العربي:
إنه إذا كان الهدف من إقامة المؤتمر هو معالجة الأزمة المستمرة التي حلت على البلد، فأن الإشكالية في الوصول إلى نتائج مرضية تكمن أسبابها في فشل النظام السياسي الحالي في جمع العراقيين أنفسهم، ودور النخبة الحاكمة في تفريق العراقيين وتدمير اقتصاد البلد. ثمة من يرى في أن عقد مؤتمر كهذا يأتي في سياق التطورات الأخيرة الناتجة من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان واحتمالات ارتباطها بالمشهد العراقي في حالة حدوث انسحاب أمريكي من القواعد الأمريكية في العراق، على الوضع الداخلي للبلد الذي قد يولد حالة من الفوضى كالتي يراها العالم في أفغانستان قد تزيد من حجم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما قد يعلل أحد أسباب المشاركة الفرنسية في هذا المؤتمر. وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت بمشاركة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في مؤتمر بغداد وحقيقة ارتباطها بمصالح بلده، ترجمت زيارته المواقع رموز الدينية العراقية المتعددة الطوائف والأديان في الكاظمية والموصل في حرصه على أهمية العراق الواحد المتعدد الأطياف، في الوقت الذي اقتصر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مرافقته للضيف الزائر إلى مرقد الإمامين في الكاظمية وغيابه في مرافقة الضيف لجامع النوري وكنيسة الساعة في الموصل، رغم أولوية الالتزامات التي يتطلبها المنصب بصفته رئيس وزراء العراق وممثلا لكل العراقيين، حيث كان من الأفضل أن يرافق رئيس الوزراء العراقي ضيفه في الكاظمية والموصل أو يمتنع من مرافقته في الكاظمية توافقا مع التزاماته كرمز سياسي للعراق الواحد العابر للطوائف والأعراق. ويختتم الكاتب مقاله قائلا إن الإشكالية تبقى في طبيعة وتصرفات النظام السياسي العراقي الذي شجعت الإدارات الأمريكية من خلاله الفساد والانقسامات المجتمعية، فلا جدوى إذن لهذا المؤتمر ولهذا الدعم طالما بقي العراق مقسم ومشرذم من الداخل. يشكل صمود درعا في جنوب سوريا وأسلوب أهلها في التفاوض والقتال حالة أمذجية غير مسبوقة على مستوى الثورة السورية، إذ استطاعت بإمكانات قليلة وظروف عسكرية غير متوازنة الصمود أكثر من 70 يوما. غازي دحمان يرى في صحيفة العربي الجديد أن ما ينقص درعا هو احتضانها أو تبنيها من أطراف عربية وأقليمية ودولية تمتزج مصالحها مع مصالح أهل درعا في الحفاظ على هويتهم في مواجهة الحرب الهوياتية التي تخوضها ضدهم إيران. المشكلة أن الطرف الإيراني مدرك البعد الجيوسياسي لمعركة درعا، فيما يبدو هذا البعد مغيبا تماما عن أصحاب المصلحة الحقيقيين وهم العرب، وهذه أوراق يتم حرقها في المواجهة العربية الإيرانية تكشف مدى ضعف العقل الاستراتيجي العربي في الاستفادة من الأوراق، فيما بنت إيران قوتها على الاستفادة من كل متغير وفرصة. لم يستوعب العقل العربي معادلة أن درعا تشكل جدارا مهما في مواجهة طموح إيران للتمدد إلى العمق العربي، فالمشاريع الجيوسياسية تقوم على حسابات جغرافية معقدة، وقد لا تظهر مخاطر ما يحققه طرف من قضم واحتلال لقطع من الأراضي أو مواقع استراتيجية بشكل مستمر، وتماما هذا ما تفعله إيران، فهي تدشن حجر النفوذ والسيطرة لتظهر آثاره بعد عقد، يكون حينها أوان العلاج قد فات قبل 10 سنوات، وعندما تدخلت إيران لحماية الأسد من السقوط لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع حجم هذا الانتشار والتغلغل الإيراني داخل سوريا، إلى أن وصل إلى حد سيطرة ميليشيات إيران على كامل الحدود السورية مع العراق ولبنان والأردن، وإحداث تغيير ديموغرافي في البوكمال والقصير، بحيث تتحكم بالحدود جماعات موالية لإيران، وفي مرحلة ثانية جرى إفراغ حواضر كثيرة على طرفي طريق طهران بيروت من سكانها وحتى تغيير أسمائها. ويرى الكاتب أنه يمكن القول إن أحداث درعا فرصة ضائعة على العرب لتعزيز موقفهم في الملف السوري، وفرصة ثمينة لإيران التي يبدو أنها ستبدأ المرحلة الثانية من التغلغل في الجسد العربي، وستكون درعا قاعدته.
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن التحدي الأكبر للولايات المتحدة في أفغانستان هو التعامل مع حركة طالبان. وأضافت الصحيفة في مقال للكاتب ماكس فيشر إن عدو أمريكا الأبدي بات واقعاً وعلى واشنطن أن تختار بين تجاهله أو التسامح معه، حيث يجلب كل خيار من هذا مقايضات مؤلمة. المعضلة هذه كانت موجودة حتى أثناء عملية التحضير لانسحاب القوات الأمريكية بعد 20 عاماً من أفغانستان، وظهر السؤال في النقاشات حول كيفية التعاون ضد عدو مشترك تنظيم داعش ولاية خراسان. وهناك سؤال آخر يتعلق بالإفراج عن 9,400,000,000 دولار من احتياطات الحكومة الأفغانية التي تم تجميدها في الولايات المتحدة، فتسليم طالبان مليارات الدولارات يعني تمويل نظام ديني محافظ، لكن حجب الأموال يعني أزمة عملة وتوقف عمليات استيراد الوقود والطعام والدواء وتجويع المدنيين الأفغان. هذه هي البداية، وقد تقضي واشنطن وطالبان سنوات وحتى عقودا في محاولة إدارة العلاقة التي لا يستطيع أي منهما التسامح معها أو العيش بدونها. ويبدو أن طالبان تفهم أن حكم بلد فقير أنهكته الحرب تحدي يختلف عن المعركة، وهي بحاجة لدعم دبلوماسي واقتصادي تريد الحصول عليهما من الولايات المتحدة. ويواجه بايدن في داخل أمريكا تداعيات سلبية بسبب أفغانستان، والتي قد تزيد لو نظر إليه على أنه يقدم الدعم لحكم طالبان، ولكنه سيجد أن أي محاولة لتأمين أهداف أمريكا في البلد قد يحتاج إلى التسامح مع الحركة التي تسيطر عليه الآن. واكتشفت إدارته هذا في الأسبوع الماضي عندما اعتمدت القوات الأمريكية على مقاتلي طالبان لتأمين مطار كابول. وأضافت الصحيفة أنه كلما تأخرت الولايات المتحدة الأمريكية في الاعتراف الرسمي أو غير الرسمي بطالبان، كلما لاحق الطالبان الأمريكيين للحصول على موافقتهم. لكن انتظار أمريكا طويلا يعني أن القوى الأخرى ستسارع لملء الفراغ، فقد عبرت الصين وإيران عن رغبة في التعامل مع حكومة طالبان مقابل تعهدها بأمور تتعلق بشكل كبير بالإرهاب، كما أنهما راغبتان بمنع عودة التأثير الأمريكي إلى أفغانستان. ومن المقالات إلى الأخبار، واخترنا لكم خبرا نشره موقع خليج أونلاين، حيث طور علماء من جامعة طوكيو غرفة شحن لاسلكية يمكنها توصيل الطاقة عبر الهواء إلى أي جهاز كمبيوتر محمول أو لوحي أو هاتف دون الحاجة إلى مقابس أو كابلات. وبحسب موقع الخليج أونلاين، تتضمن التكنولوجيا الجديدة توليد مجالات مغناطيسية على مسافات طويلة دون إنتاج مجالات كهربائية قد تكون ضارة لأي شخص أو حيوان داخل الغرفة. وأوضح مؤلفو الدراسة أن النظام الجديد الذي تم اختباره في غرفة واحدة لكنه لا يزال في مهده يمكنه توفير ما يصل إلى 50 واطا من الطاقة دون تجاوز الإرشادات الحالية لتعرض الإنسان للمجالات المغناطيسية. لم يذكر الباحثون التكلفة التي قد تكلفها هذه التكنولوجيا، لأنها لا تزال في مرحلة مبكرة جدا من الدراسة وسنوات بعيدة عن إتاحتها للجمهور. نتابع معا بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم.
حلقة اليوم من برنامج صدى الأقلام انتهت. مشاهدينا الكرام، في أمان الله.